السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، وحشتوني جدا جدا جدا. وما زالت سلسلة تلبي الرغبات وتلبي الطلبات مستمرة معانا، وإن شاء الله مستمرة على طول. جالي النهاردة تعليق أو امبارح عفوا من بنوتة جميلة اسمها ميمو. ميمو بنوتتها عندها 17 سنة، إن شاء الله العمر كله يا رب يفرحك بيها. عندها 17 سنة ولكن بتعاني من شعرها خفيف، وعايزة ان شعرها يتقل وكمان يكون ناعم. انا النهاردة جيت لك بوصفة جميلة جدا، ولكن تحط كل كلمة انا هقولها في عين الاعتبار، ما تسيبش نقطة وتمسكي في النقطة التانية وفي الاخر تقولي ما جابش نتيجة. ان شاء الله اذا اتبعت الوصفة دي او اي حد عنده نفس العمر 17 لما فوق واتبع نفس النظام، ان شاء الله ان شاء الله بتفرحوا جدا وبيجيب معاكم نتيجة رائعة. مبدئيا كده عشان نتقل الشعر من قدام زي ما انت عايزه، لازم تتبعي حاجه مهمه جدا، هو زيت الخروع. زيت الخروع ده من الاساسيات اللي بتتقل الشعر وبتكثفه بطريقه غير طبيعيه. اهم حاجه انك تجيبيه من العطار مش من الصيدليه، لسبب واحد بس. العطار بيبيعه في علبه غامقه، ودي بتكون بعيده عن الضوء فبتحافظ على الفائده اللي جوه زيت الخروع اكتر، ولكن في الصيدليات جميعها بيكون العبوه بيضاء، ودي طبعا بتبقى معرضه للضوء فبيكون فيها نسبة يعني قلق شوية. فالأفضل إن طبعا إن أنت تقتني إنك تجيبيها في علبة غامقة، وبتكون إزاز كمان. تمام، أولا كل يوم قبل النوم مساء هتاخدي جزء على أطراف أصابعك وتمشيه على المنطقة اللي هي من قدام اللي أنت حابة تكون فيها شعر. وكمان لازم تكون شعر بنتك ما يكونش عليه أي أنواع الزيوت أو الكريمات، ولو انت بتستخدمي المكوى ولو انت بتستخدمي الاستشوار يا ريت توقفي المهزله دي تماما، لانها بتضعف الشعر ما بتقوهوش. دي نقطه. تاني نقطه معانا، ممنوع تستخدمي للشعر تماما الصابون. في ناس دلوقتي بتغسل شعرها بالصابون اللي هو الصابون اللي بريحه ده، عادي بيغسلوا شعرهم بيها، وده غلط جدا. اقتني نوع كويس جدا من الشامبوهات اغسلي شعر بنوتك بيه. تمام، احنا كده عملنا نقطتين. النقطه الثالثه، الوصفه بتاعت النهارده دي كانت اول حاجه اللي هي عشان تنبت الفراغات اللي هي من قدام. طب احنا كده نبتنا الفراغات، دي وصفه بقى طريقتي انا، يعني دي اصلا وصفتي الشخصيه اللي انا نفسي بستخدمها ومن سنين، من وانا اصغر من بنتك. يعني الوصفه دي بتناسب الاعمار اللي هي 13 سنه لما فوق. عندك هنا خيار من اتنين، لا اما بتجيبي زيت القرنفل، بتجيبي العبوه اللي هي 30 مللي دي وتضيفيها على نص كوباية من زيت الزيتون البكر وبتستخدمها مع بعض، لأما عندك الوصفة التانية طبعا اللي أنا برجحها وبفضلها، لأن أنا ما بفضلش إن أنا استخدم الزيوت اللي هي ممكن تقدر إنك تعمليها في البيت، ما بفضلش إن أنا استخدمها كده. زي ما أنتوا شايفين ده القرنفل، أو في ناس بتسميه المسمار. لو أنت في مصر هتجيبي ب5 جنيه قرنفل، لان احنا هناخد نص الكميه على الوصفه اللي انا هقولها. تمام، وهتجيبي نص كوبايه من زيت الزيتون البكر، يفضل طبعا انه يكون بكر، انا عايزه العصره الاولى من زيت الزيتون. يعني هتجيبي نص كوبايه من زيت الزيتون البكر وب5 جنيه قرنفل، يعني لو انا حسبتها لك بالجرام هيبقى تقريبا 20 أو 30 جرام تقريبا، يعني كميزان مش الجرام، الجرام الكبير يعني، لان دول ب10 وانا عايزه نصهم بس. مش هتجيبيه مطحون، انت هتجيبي هتاخدي نص الكميه وهتطحنها في الخلاط عندك، هتطحنها في المطحنه وبعد كده هتضيفيها على زيت الزيتون وهترجيها كويس وهتقفلي عليها شراب غامق او ورق الومنيوم وتبعديها في مكان معتم تماما لمده 3 اسابيع، وبعد ال3 اسابيع ان شاء الله بتبتدي تستخدمي وصفتنا لتكون النتيجه دي. ده الزيت اللي انا معتقاه عندي ومستخدمه حاليا، ده زيت القرنفل اللي انا عاملاه، هو بيكون كده. ما علينا، اهو ده اللي انا عاملاه. تمام، وده اللي بيتباع. شايفين الفرق؟ يبقى انا هنا عايزه ايه؟ عايزه هقربها عليكي اكتر. انا اديتك كميه صغيره انك تستخدميها علشان ان انت تجربها في الاول، ولكن انا بضمن لك ان الوصفه دي هتتقل الشعر وهتنعمه
ولكن بطريقه معينه كمان هقول لك عليها ازاي ان انت تستخدميها. يبقى هنا علشان ما بقاش مشوشه تفكيركم وان انتوا ما فهمتوش اي حاجه من الفيديو، هتجيبي وليكن نص لتر من زيت الزيتون البكر. الازازه دي بتكون كده نص لتر كامله، هي كده خلصت عندها. وبتجيبي ب10 جنيه قرنفل، تمام، وبتطحنيهم عندك، ما بتجيبهمش مطحونين، انت بتطحنيهم عندك وبتضيفهم على بعض، وبتغطي العلبة او الازازة بورق الومنيوم او بشراب غامق اسود، وبتحطهم في مكان معتم لمدة 3 اسابيع. كل اسبوع خلال ال3 اسابيع بتمسكي الازازة وبترجيها، وفي اخر يوم من ال3 اسابيع يعني اخر واحد يوم اليوم ال21 بتعرضي الازازة الى الشمس، بتكون النتيجة بالشكل ده. ده زيت قرنفل صافي. انا كنت معتقة كيلو كامل، يعني كنت مجهزة عندي كيلو كامل لان انا بستخدمه، فما تبقاش عندي غير دول. ان شاء الله لما بيخلصوا بعمل تاني وهعملها معاكم كمان. ولكن انا كده جبتلك بالظبط، حاول انك تسمعي الفيديو كويس وانك تفهميه كويس وانك تحطي النقط على الحروف وتحطي دي مع دي عشان تمشي معاك ازاي. طب احنا اصلا هنستخدم الوصفة دي ازاي بعد ما احنا نكون عتقناها وظبطناها ومشيناها؟ اولا الوصفة دي لما بنتك ان شاء الله بتغسل شعرها كل مرة اسبوع، بس في المرة مرة واحدة في الأسبوع بس، تقدر تاخد الشاور بتاعها عادي ولكن تستخدمها مرة واحدة بس في الأسبوع، تغسل شعرها مرة واحدة بس في الأسبوع. لما بتغسل شعرها طبيعي إنها بتنشفه بالمنشفة أو بالفوطة، بعد كده بتاخد كمية من الزيت وتقوم حطها على شعرها، وجايبة شعرها كعكة كله على قدام، تاني يوم بتنزل الكعكة على ورا، وبالليل بتحط الكعكة على قدام، وبعد كده تفرجي على جمال شعرك. صدقيني هيجيب معاكي نتيجة، بس تمشي بالظبط على حذافير الوصفة وكل تكاتها وحركاتها، مشيها عليها بالظبط ان شاء الله وهي بتجيب معاكي نتيجة. انا حاولت ان انا اتكلم معاكم باكثر هدوء علشان تقدروا ان انتوا تفهموا محتوى الفيديو بالظبط. الوصفة جميلة وسهلة وبسيطة ومش مكلفة بالمرة، يعني لو انت جيت حسبتيها دي 30 ملي في قرنفل بس، دي ب9 جنيه، تمام. الكمية دي كلها ما جابتش 50 جنيه، اللي هي بتبقى كده بتبقى نص لتر كامل. انا دايما بحب احتفظ بزيت الزيتون عندي يكون كامل، يعني انا بجيبه عندي بكثرة. ثواني بجيبه معاكم، زيت الزيتون اهو. انا عندي الازازة اللي هي نص لتر خلصت اهي، ولكن ثواني بقى، عندي لتر كامل اهو، ده لتر كامل ولسه مقفول. بحب الحاجات دي تكون عندي في البيت. اقتني بس انه يبقى كده مراجعة بسيطة لتكثيف الشعر من قدام. الناس اللي هي عندها احنا بنسميها قورة، اللي ما بيبقاش عندها شعر من قدام، بتدهني كل يوم مساء زيت الخروع بالليل على الشعر، مكان منطقة شعر الخفيف من قدام، تمام. اغسلي شعرك كل مرة واحدة بس في الأسبوع. ممنوع تشفار، ممنوع مكوى، ممنوع أي كيماويات تتحط عليها، ممنوع الصابون خالص للشعر. بتعملي معانا زيت القرنفل الحر اللي انت بتقدري تعتقيه وتعمليه في البيت بكل سهولة، بتقدري ان انت تعمليه وتستفادي بيه. يا رب الوصفة تجيب معاكم نتيجة وتعجبكم كمان، واللي بيعجبكم وصفاتي بشكل عام ما تنسونيش باللايك وشير لكل اصحابه، وكمان الاشتراك في القناه مع تفعيل علامه الجرس. ان شاء الله الوصفات مستمره وتلبيه الرغبات معاكم كامله. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.